اهلا بيكم من جديد في فيديو جديد وحصري على قناة حلم السفر، ومعانا اليوم منحة في افضل دول العالم وهي المانيا. الكثير من متابعين القناة الفترة الاخيرة سألوني هل في منح لالمانيا غير منحة الاس بي دبليو برلين وفريدريش ابرت اللي تم شرحهم قبل كده على القناة الاجابة في منح كتير موجودة في المانيا، زي المنحة اللي احنا هيتم شرحها النهاردة وهي منحة هاينريش بول في المانيا. فتعالوا بينا نتعرف على كل تفاصيل المنحة من مميزات وطريقة التقديم، ويلا بينا نروح لموقعنا. ورجعنا ليكم من جديد، ولكن قبل ما ابدا شرح منحتنا النهارده كنت حابه اوجه لي متابعيني سؤال عشان اشوف انا اعمل لكم الفيديوهات باي شكل، لان طبعا اللي يهمني هو اراء حضراتكم. اول حاجه كده لو دخلتوا على القناه الخاصه بيا على اليوتيوب اللي هي دريم اوف ترافل، هنخش على المنتدى هتلاقوا سؤال. السؤال بيقول لكم هل انتوا حابين ان انا اعمل لكم الفيديوهات مفصله زي ما احنا ماشيين بطريقه التقديم كده، وابدا اقول لكم كل حاجه بالتفصيل عشان تقدموا خطوه بخطوه. لكن طبعا الفيديو بيتعدى التلت ساعه، يعني بيبقى من حوالي 20 دقيقه ل30 دقيقه. هل انتوا حابين كده، ولا حابين ان انا اعمل لكم فيديوهات قصيره يعني يكون اخرها 10 دقايق، ابدا اقول لكم نبذه كده مختصره عن المنحه واقول لكم اهم الحاجات اللي ممكن تواجهكم في التقديم. يا ريت ان انتوا تصوتوا او تعملوا فوت على السؤال عشان اعرف طبعا اراء الناس. طبعا هنا في 106 عملوا ارائهم، طبعا المعظم عاوز فيديو مفصل، ولكن انا حابة معظم اللي على القناة او معظم اللي بيتابعوني يشاركوا السؤال ده عشان اعرف انا امشي الفيديوهات ازاي، لان طبعا انا اللي يهمني راحتكم وازاي نقدم شكل المنحة بالشكل المظبوط اللي تحبوه. تاني حاجة برضو حابة ان انا اقولها ان انا دلوقتي انا بعمل لكم فيديوهات، يعني لو جينا هنا شفنا الفيديوهات الموجودة، وطبعا ده غير قناة التليجرام اللي بيكون عليها كل تفاصيل المنح، فعندنا هنا 79 فيديو بالاضافة الى الفيديو اللي بنسجله النهاردة، يعني 80 فيديو. فبلاش تخش في رسائل الصفحة وتقول لي ايه المنح المتاحة او ايه المنح اللي انا اقدر اقدم عليها او ايه المنح الموجودة لتخصص معين. انت عندك الفيديوهات تقدر ان انت تدور وتشوف كل التفاصيل، لان انا ما عنديش الوقت ولا عندي الذاكرة ان انا افتكر كل منحة كانت فيها تخصصات ايه او تناسب مين وما تناسبش مين. لو اخدت من وقتك شوية وقت هتلاقي كل التفاصيل اللي انت عاوزها. فانت لو تابعت الفيديوهات الموجودة ان شاء الله هتشوف المنحة المناسبة ليك وتقدر ان انت تقدم عليها. تعالوا بقى بينا نشوف شرح منحتنا النهاردة عشان ما طولش عليكم. ورجعنا لكم من جديد على موقعنا، النهاردة هنشرح منحة هاينريش بول للدراسة في المانيا. طبعا الكثير منكم يسمع عن منحة الداد او منحة الاس بي دبليو برلين او منحة حتى فريدريتش ابرت اللي كنا شرحناها قبل كده على القناة. كل المنح دي طبعا موجودة على القناة الخاصة بنا، ولكن التقديم غير متاح حاليا. وطبعا عارفين ان معظم طلاب الثانوية العامة عاوزين منح مناسبة ليهم، خصوصا ان النتيجة خلاص قربت تظهر وربنا معاكم ان شاء الله. فانا قلت ان انا اشرح لكم المنحة دي لان التقديم متاح فيها، ومعانا لغاية شهر 9 تقدروا تقدموا على المنح. فتعالوا بقى بينا نشوف كل التفاصيل المتاحة. طبعا اول حاجة كده انا كاتبه لكم نبذة او لمحة عن الدراسة في المانيا، وانصحكم لو حد حابب ان هو يدرس في المانيا ان هو يقرا التفاصيل دي، لان في ناس بتكون حابة ان هي تدرس على حسابها الشخصي. بعد كده لمحة عن مؤسسة هاينريش بول في المانيا. طبعا هاينريش بول ده كان اديب الماني، ولكن طبعا ده ما يهمناش، اللي يهمنا ان هي مؤسسة غير ربحية بتبدأ تدعم الطلاب ان هم يروحوا يدرسوا في المانيا، وبتكون منظمة مع مؤسسة الداد اللي طبعا معظمنا يسمع عنها. طب بتدي منح قد ايه؟ بتدي منح لحوالي 1000 طالب، يعني هم بيدوا 1000 منحة ل1000 طالب ليكملوا سواء درجة البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه، يعني كله يقدر يقدم على المنحة بإذن الله. على عكس مثلا منحة الاس بي دبليو برلين، فهي بتكون فقط ل20 طالب على مستوى العالم، فبيكون العدد قليل. ولكن منحتنا النهاردة معانا حوالي 1000 طالب، وطبعا كل ده انا هوريه لكم من على الموقع الرسمي. دي طبعا حاجات للتواصل معاهم لو انت حابب تتواصل معاهم. طب انا كاتباها ليه او كاتبه العنوان ليه؟ لان في ناس فعلا بتكلمني بتكون مقيمه في المانيا ولكن دور على منحه دراسيه عشان تستكمل او عشان تعرف تاخد اقامه هناك. فانا طبعا بحاول ان انا ارضي جميع الاطراف.
هنيجي بقى هنا لتفاصيل المنحة، نيجي نشوف تفاصيل المنحة. طبعا الدولة ألمانيا، والجهة المانحة بتبقى مؤسسة هاينريش بول مع مؤسسة الداد. الدرجة العلمية قلنا لجميع الدرجات العلمية. طب المنحة متاحة امتى؟ هي متاحة الآن من أول 17 يوليو، يعني لسه فاتحة من كام يوم، وهتبدأ ان هي تغلق أبوابها في 1 سبتمبر، أو اللي هو 1/9/2023. طب مين يقدر يقدم عليها؟ كل الدول تقدر تقدم عليها، زي الدول العربية أو حتى الدول غير عربية. بالمناسبة بيتابعها ناس غير الطلاب العرب، فأنا دلوقتي هوجه كلامي لكل الطلاب، ده غير اللي أنا فعلت خاصية الترجمة، لأن في ناس كتير كان عاوزين يتفرجوا على فيديوهاتي لكن للأسف بيتكلموا مثلا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، فأنا فعلت الترجمة على فيديوهاتي عشان أساعد كل الطلاب من كل أرجاء العالم. انت هتقولوني دلوقتي عاوزين نخش نتأكد من الموقع الرسمي، ودي حاجة جميلة جدا منك ان انت تتأكد من كل حاجة. تبدأ تضغط على هنا. خلي بالك ان اي منحة في ألمانيا بيتم الاعلان عنها، بيبدأوا ان هم يعلنوا عنها على موقع الداد، فدي حاجة برضو كويسة. فلو جينا شفنا هنا هيقولك ان هو مؤسسة هاينريش بول، وبيبدأ يقولك دلوقتي زي ديسكريبشن او وصف للمنحة، بيبدأ يقولك ان هم بيدعموا 1000 طالب او حوالي 1000 طالب لكل سنة، يعني كل سنة بيتم دعم 1000 طالب. ايه كمان يهمنا في الصفحة دي ان احنا نعرفه؟ ان الديدلاين كل سنة بيقفل بتاريخ 1 مارس او 1 سبتمبر، يعني 1/3 او 1/9. طب انا بقولك الكلام ده ليه؟ لان لو ملحقتش تقدم ان شاء الله هيبدأ ان هم يعلنوا عنها تاني، وهتبدأ ان هي تغلق ابوابها في شهر 3/2024. نرجع تاني لموقعنا، يبقى كده اتأكدنا من معلومات اللي احنا ذكرناها قبل كده. بالنسبة للمميزات او التمويل الخاص بمنحة هاينريش بول، اول حاجة بيغطي لك جميع الرسوم الدراسية بالكامل. تاني حاجة تكاليف السفر، فزيها بيكون زي منحة الاس بي دبليو برلين برضو. تكاليف الاقامة، السكن برضو بيوفروا لك السكن الجامعي، بيوفر لك كمان راتب شهري، وبتحصل على مزايا اخرى بتقدمها المؤسسة المانحة، وبيمكن كمان ان انت تصطحب العائلة. ولكن اصطحاب العائلة بيعتمد عليك، يعني ايه؟ لو انت لقوا ان انت معاك حساب بنكي، او لقوا ان انت في دخل ليك وتقدر تصطحب عائلتك، عادي بيسمحوا لك. ولكن لو هم لقوا ان الدخل الخاص بيك قليل او معاكش حساب بنكي او كل الكلام ده، لا، فساعتها انت ما بتقدرش ان انت تصطحب العائلة، لان انت كده مش هتقدر تصرف عليهم، لان هم مش بيمولوا العائلة. طبعا انا هنا بالنسبة لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الماجستير بيكون الراتب 943 يورو في الشهر، فده بيكون مرتب كويس بالنسبة للعيشة في المانيا. وبالنسبة لمرحلة الدكتوراه فبيكون 1200. طبعا انتوا لو متابعين معايا دلوقتي فمكتوب من خارج الاتحاد الاوروبي، خارج الاتحاد الاوروبي يعني الطلاب العرب. في بقى هنا راتب شهري ولكن لطلاب الاتحاد الاوروبي، يعني انت مثلا في المانيا، في سويسرا، في النمسا، يعني انت من داخل الاتحاد الاوروبي تقدر تقدم على المنحه. زي ما قلت لكم من شويه، في ناس بتكون مقيمه في المانيا بتقدر عادي ان هي تقدم على المنحه، ولكن الراتب بيكون قليل شويه. هتقولوا لي كل الكلام ده جميل يا دكتوره علياء، ولكن في نقطه مهمه انت ما قلتيش عنها، وهي اي جامعه انا هروح ادرس فيها؟ يعني انا دلوقتي هروح ادرس في جامعات برلين وبوتسدام، ولا انا في جامعه محدده هم محددينها، ولا ايه النظام هناك؟ لا، انت تقدر تقدم على اي جامعه في المانيا، يبقى اي جامعه انت تقدر ان انت تقدم عليها، ولكن لازم الجامعة دي تكون معتمدة او معترفة من قبل الحكومة الالمانية عشان يبدأ ان المؤسسة تعترف بيها. دي اول شرط. تاني شرط، انت لازم تكون متواصل مع الجامعة وتجيب منها قبول جامعي، وهم يبدأوا ان هم المؤسسة تتواصل معاهم وتبدأ ان هم تديهم التمويل. احنا نقدم على المنحة الاول ولا تقدم على الجامعة الاول؟ انا من رايي الشخصي ان انت تقدم على الاثنين مع بعض. يعني ايه؟ احنا دلوقتي هنشوف طريقه التقديم على المنحه، تاني حاجه تبدا ان انت تتواصل مع الجامعات عشان ما تضيعش وقت ويكون في توازن، على عكس مثلا منحه الاس بي دبليو برلين بيبقوا مدينك وقت بعد ما تحصل على المنحه ان انت تتواصل مع الجامعات. تعالوا بقى بينا نشوف المستندات المطلوبه. اول حاجه طبعا بنملى الابليكيشن زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. بعد كده بنملى نموذج الطلب، وطبعا نموذج الطلب ده هقول لكم ملحوظه عليه، يا ريت تتابعوا معايا.
بعد كده السيرة الذاتية على الطريقة الأوروبية، وطبعا منح ألمانيا أو منح الاتحاد الأوروبي كله لازم السيرة الذاتية تكون على الطريقة الأوروبية، وفريق حلم السفر بيوفر لكم الخدمة دي، وكتير من متابعين قناة حلم السفر قدم معانا على الخدمة دي ونالت إعجابه. بعد كده خطاب الدافع او اللي هو الموتيفيشن ليتر، شهادة التخرج مترجمة، وطبعا لازم تكون لاما للانجليزية او الالمانية، واهم حاجة تكون ترجمة معتمدة، يعني الشخص اللي هيترجم لك تكون ترجمته معتمدة. وطبعا الخدمة دي احنا وفرناها من خلال مكتب ترافل واي. بعد كده بيان درجات مترجم الى اللغة الانجليزية برضو بترجمة معتمدة، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة بتكون شهادة التخرج وبيان الدرجات في مستند واحد، فدي كمان حاجة كويسة ليكم اثناء الترجمة. المستند اللي بعد كده حاجة تثبت، بتجيب مستند يثبت اقامتك الحالية. ايه بقى المستند ده؟ ممكن تقدم جواز السفر، البطاقة الشخصية، اي مستند يثبت ان انت مقيم حاليا في الدولة دي، لان طبعا انت ممكن تكون اقامتك الحالية غير الدولة اللي انت اتولدت فيها، فبتجيب اي اثبات يثبت اقامتك الحالية. بعد كده خطاب التوصية، وخلي بالك خطاب التوصية ونموذج الطلب دول بيكونوا موجودين على الموقع الرسمي، انت بتحمله وتبدأ ان انت تملاهم، مش صفحة تانية على الموقع. طب هتقولولي الكلام ده جميل، ولكن احنا برضو حابين نشوف كل حاجة من على الموقع الرسمي. هندوس على معينة وهنبدأ تظهر معانا الصفحة الخاصة بالمنحة. طبعا المنحة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه، كل التفاصيل بنلاقيها من هنا. بنبدأ ان احنا نضغط على اللينك ده، بيجينا هنا تفاصيل المنحة، ممكن انت بقى تقرأ كل الكلام ده. ودي بالنسبة للملفات الخاصة زي ما قلنا الابليكيشن فورم والريفرنس فورم او اللي هو خطاب التوصية، وده انفورميشن شيت اللي هو بيقولك كل الشروط او التفاصيل الخاصة بالمنحة، في نسخة باللغة الالمانية ونسخة باللغة الانجليزية. يعني مثلا المستند ده بيكون بقى فيه كل المعلومات الخاصة بالمنحة زي معاد انتهاء المنحة، عندك كمان الاوراق المطلوبة، وكل ده احنا مترجمينه على الموقع، انت تقدر برضو ان انت تطلع على كل التفاصيل. هنرجع تاني كده ونبدا نشوف الابلكيشن فورم. بالنسبه للابلكيشن فورم خلي بالك ابلكيشن فورم باللغه الالمانيه فقط، ولازم ان احنا نملاه باللغه الالمانيه. هم حتى في الشيت اللي فات او الملف اللي فات كانوا كاتبين ان الابلكيشن فورم لازم تملاه باللغه الالمانيه، ده شرطهم. فطبعا بالنسبه طبعا انتوا دلوقتي متابعين معايا الفيديو، اللي حابب ان انا اعمل لكم فيديو تاني او جزء تاني للمنحه واشرح لكم الابلكيشن فورم بكل التفاصيل ونبدا ان احنا نترجمه ونشوف ازاي هنكتب بيه اللغه الالمانيه، مفيش اي مشكله اعمل لكم فيديو تاني. ولكن الاقي في اكتر من شخص حابب ان احنا نملاه عشان ما اطولش وقت الفيديو، لان دلوقتي احنا معانا 13 صفحه زي ما احنا شايفين، فده هيطول من وقت الفيديو جدا. ممكن يكون منكم كتير مش مهتم ان انا املى الابلكيشن فورم، فلو حابين زي ما قلت لكم اكتبوا لي وانا هعمل لكم الجزء الثاني مفيش مشكله. هنبدا نرجع تاني، وبالنسبه للريفرنس او اللي هو الريكومنديشن ليتر، تاخد الخطاب وتدي لي دكتور جامعة او مدرس الخاص بالجامعة. طبعا هو كاتب للأندر جرادويت يعني مرحلة البكالوريوس او الدراسات العليا، بيبدأ بقى يكتب اسمك وهو عارفك من امتى، ويبدأ يكتب اسمه ويبدأ يكتب معلومات عنك. طبعا الدكتور او المدرس بيكون عارف كل الحاجات دي ويبدأ ان هو يملاها. يبقى انت كشخص بتقدم على المنحة ملكش اي علاقة خالص بالورقة دي، دي حد تاني هو اللي بيبدأ يملاها لك. وفي الاخر اهم حاجة طبعا لازم يكتب الديت او التاريخ وبيبدأ ان هو يمضي. هتقول لي طب احنا نكتب بخط الايد ولا من على الكمبيوتر؟ لا من على الكمبيوتر، لو احنا شايفين كده لو جيت اكتب معاكم فعادي الابليكيشن بيكتب معانا مفيش مشكلة، يعني هو مش ابليكيشن مقفول او معمول لوك، لا هو انلوك عادي وتقدر ان انت تكتب عليه كل البيانات. ولكن افضل ولكن الامضى لو خدنا بالنا هنا تحت هنا مفيش ان انت ما تقدرش تكتب حاجة، فلازم الامضى تكون بالخط اليدوي. طب ايه تاني المفروض الشخص اللي هيبدأ يوصي عليك ان هو يعمله؟
بعد طبعا ما يكتب كل الكلام هنا زي ما قلت لكم على الكمبيوتر، هيبدأ هنا يمضي ويبدأ يرسل الى الاكاونت او الايميل ده زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين هنا في ايميل زي ما ظاهر معانا كده، يبدأ ان هو يرسل الخطاب عليه. طب ايه تاني المفروض اعمله اثناء المنحة؟ يبقى احنا كده عرفنا الابليكيشن فورم اللي احنا قلنا هنعمله فيديو منفصل لو لقينا ان في ناس كتير عاوزينه. عملنا كمان الريكومنديشن ليتر وعرفنا ازاي هنملاه. ايه تاني بقى المفروض نعمله؟ وهو طبعا زي ما قلنا مل الابليكيشن. هنبدأ نضغط من هنا. انا طبعا حطالك كل اللينكات عشان ما تتوش في الموقع، لان الموقع لو دخلته هتلاقوه شبه بعضه وفي لينكات كتير. هبدأ بس اقفل معاكم كل الصفحات دي. هتبدأ من هنا تدوس على register as applicant او اللي انت هتبدأ تقدم لأول مرة. هنبدأ من هنا تقول applicant for، انت دلوقتي طالب بكالوريوس او ماجستير، هتبدأ تختار الاختيار الاول. لو انت طالب دكتوراه هتبدأ تختار الاختيار التاني. فانا عام مثلا ان انا بكالوريوس، هبدأ من هنا والله انت ميس ولا مستر، يعني ذكر او انثى، فانا هقول ميسز. بعد كده سير نيم او اللي هو اسم العائلة، ومن هنا الاسم الاول، ومن هنا اليوزر نيم. اكتب بقى اليوزر نيم اللي انت عاوزه، انا مثلا اكتب علياء جد. وبعدين البرايفت ايميل، هتبدأ تكتب الايميل الخاص بيك. فهل بيقول لك هل انت حاليا بتدرس؟ فهتقول له اه والله مثلا بدرس حاليا، او لا خلصت دراستي. فانا مثلا بالنسبة للثانوية عامة فانا كده مخلصة دراستي. خلي بالك المعلومات دي مش هتقدر ان انت تغيرها بعد كده. بيقول لك هل انت دلوقتي طالب الماني او بتدرس في الجامعات الالمانية؟ فانا برضو اقول له لا. بعد كده بيسألك هل انت مثلا عملت لجوء او رحت لدولة تانية بطريقة غير شرعية لبلد اخرى منذ 2015؟ فانا برضو هقول له لا. بعد كده بيسألك هل انت هتقدم ان شاء الله على تخصص الصحافة؟ فانا برضو هقول له لا، في الغالب يعني معظمنا مش هيكون عاوز المجال ده. طبعا بالنسبة للتخصصات والمجالات، جميع التخصصات والمجالات متاحة طبعا، ده اللي بيحدده الجامعة اللي انت هتتقبل فيها او اللي هتقدم فيها. بعد كده بقى من هنا بيقول لك انت سمعت على المنحة منين؟ فانا ممكن اقول له عن طريق مثلا الفيسبوك او عن طريق الموقع الرسمي، ايا كان انت سمعت عن المنحة من فين. اختار اي اختيار، اختار اي اختيار، مفيش اي مشكلة. وبعد كده بتدوس على موافق، وبعد كده بتدوس على ريجستر. بيبدأ يجي لك رسالة على الايميل. خلي بالك الرسالة هتجي لك في السبام او اللي هي الرسائل المحظورة. يعني انا جاتلي في الرسائل المحظورة. بيبدأ يديك كود وبيبدأ يديك الباسورد، ده اللي احنا هنبدأ ان احنا ندخله في البيانات. بتبدأ بقى تظهر معانا الصفحة دي، فمن هنا بنكتب اليوزر نيم، نكتب الايميل والباسورد اللي اتبعت لنا على الموقع، ونبدأ ان احنا ندوس على لوجن. دلوقتي انا هبدأ ان انا اشرح معاكم طريقة التقديم، ولكن هقول لكم النقاط المهمة. طب انا ليه هعمل كده؟ لان انا حابة ان انا اظهر معاكم الطريقة لو عملنا الفيديو بشكل مختصر، وتبدأوا ان انت تقولوا لي ايه الطريقة ان انتوا حابين ان احنا نمشي بيها. اول حاجة هنا بتبدأ تكتب معلومات خاصة بالعنوان السكني. بتبدأ من هنا تكتب معلومات السكن والبلد، وتبدأ تكتب رقم التليفون. بعد كده هنا معلومات شخصية زي اسمك، وتبدأ تكتب تاريخ الميلاد، بلد الميلاد، والحالة الاجتماعية، ومعلومات عن والدك ووالدتك، وتبدأ تكتب عدد اخواتك. هنا بتبدأ تكتب معلومات عن الجامعة او التدريب المهني. نبدأ من هنا نكتب معلومات عن التخرج الخاصة بيك، سواء سنة التخرج، الدرجة النهائية، وكل الكلام ده. من هنا بقى دي اهم حتة، انت دلوقتي هتبدأ تقدم ايه. فانا مثلا هبدأ ان انا اقدم على البكالوريوس. تبدأ تكتب التخصص او الرغبة الاولى، الرغبة الثانية، وعندك من هنا ده بقى تخصص التخصص. يعني مثلا انت هنا هتدرس الطب، لا هنا بقى هبدأ مثلا طب الاطفال او الجراحة او مخ واعصاب. تبدأ بقى تحدد القسم، مثلا هنا هندسة، هنا تبدأ تكتب لا والله هدرس الهندسة المدنية، يعني تكتب تخصص التخصص. من هنا بتبدأ تختار الجامعة اللي حضرتك عاوز تقدم فيها. فمن هنا عندك كل الجامعات المتاحة معاك. طبعا انا كنت من شوية قلت لكم ان انت ممكن تشوف الجامعات. هيبدأ يظهر معاكم في الاي اللي فوق فيديو كان شرح منحة الاس بي دبليو بالليل، كنت قايلة فيه ازاي ان انت تدور على الجامعة وعلى التخصص اللي انت حابب تدرسه. عشان ما طولش وقت الفيديو هنا، ممكن ترجع للفيديو اللي انا قلت لك عليه. بعد كده بيبدأ من هنا يقولك عدد سنين الدراسة او البرنامج اللي انت عاوز تدرسه ده بيكون عدد الدراسة فيه قد ايه. نبدأ نملأ كل البيانات دي موجودة عندك.
بعد كده بيسألك هل انت قدمت على المنحة دي قبل كده وكان بتاريخ ايه. بيبدأ برضو يسألك هل انت قدمت على منح اخرى بتمويل اخر زي مثلا منحة اداد، منحة فريدريتش ابرت، وتكتب له برضو الميعاد اللي انت قدمت فيه الابليكيشن. طبعا هم بتأكدوا من كل البيانات دي. وبعدين من هنا بتبدأ ترفع كل الملفات الخاصة بيك زي الابليكيشن فورم اللي قلنا لو انتوا حابين ان احنا نعمل فيديو خاص لو حابب تحمله. بتبدأ ان انت تضغط من هنا بيبدأ ان هو يتحمل معك، ولكن خلي بالك ان هو للأسف زي ما قلت لكم موجود باللغة الألمانية فقط ولازم نملاه باللغة الألمانية. بعد كده بقى شهادة التخرج وبيان الدرجات، لازم كمان يكون معاك شهادة إتقان اللغة الألمانية، ودي حاجات من الحاجات الإجبارية. بعد كده حاجة تثبت إقامتك الحالية، وتبدأ كمان ترفع لهم الريكومنديشن لتر. الريكومنديشن لتر عندنا باللغة الألمانية وكمان عندنا باللغة الإنجليزية، فتقدر تختار اللغة اللي انت حابب ترفع بيها الملف. طبعا كل الملفات ما تزيدش عن 5 ميجا بايت. بعد كده بندوس هنا على علامة الصح. بعد كده ممكن تعمل سيف لو انت حابب ترجع للملف مرة اخرى او في حاجة ناقصاك، ولكن ما انصحش لان الابليكيشن هنا ساعات بيمسح الحاجة اللي عليه. فبعد كده بندوس على سند ابليكيشن، بيبدأ الملف يروح لهم، بيبدأ ان هم يراجعوا اوراقك، وان شاء الله قبل حلول شهر 11 بيبدأ ان هم يبعتولك رسالة بالقبول ان شاء الله. طب في حالة الرفض يبعتولك رسالة؟ الحقيقة لا، مش بيبعتوا، ولكن ممكن يبعتولك بعض الملاحظات، يقولك مثلا كان في عدد كبير في المنحة او في كان عدد تنافسي كبير، فبيبدأوا يعتذرولك. ولكن في الاغلب ما بيبعتوش في حالة الرفض زي برضو منحة الاس بي دبليو بي. وبكده اكون شرحت معاكم منحة هارنش بول في المانيا. طبعا انا عارفة ان انا الفيديو عملته باختصار شديد، ما قلتش كل التفاصيل، وعشان بس تجربوا الطريقة. ولكن لو حابين ان انا اشرح لكم الفيديو بالتفاصيل سيبولي في التعليقات وانا اعمل لكم كل حاجة بالتفاصيل المملة زي ما كنا بنشرح في الفيديوهات السابقة. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.